موجود هون أحكي عن حالي. إلي أكثر من 10 سنوات أنا ما شفت أمي. أنت بتقدر تعيش من دون أمك؟ أنت بتقدر تعيش محبوس في البيت ما بتقدر تروح تجيب أغراض بيتك؟ احنا قلنا زمان بنعمل مش اليوم، احنا تقريبا من شهر واحد كل اسبوعين بنطلع هيك اعتصام سلمي لنطالب بحقنا الشرعي هوية. انا من 2012 الي هون ولغاية الان ما معي هوية. الناس اللي هون كلياتها برضو نفس الشيء متضررة ما معها هوية، في ناس 25 سنة لها ما معها هوية. فبنيجي هون مساندة من الوزارة، لأنه الوزارة إحنا بتحكي لنا إنه الموضوع مجمد ومش من عندهم، من عند اليهود. إحنا مساندة للوزارة بنيجي لحتى نضغط على الجانب الإسرائيلي بإنه فكوا هالملف، إحنا واقع عندكم هون على الأرض موجودين، ليه مش راضين تعطونا هوية؟ بدنا نتنقل، بدنا نسافر، بدنا دائما أنا بحكي ما بدنا الأشياء المادية اللي هي ما بدي صحة، ما بدي أتعالج، ما بدي أدرس، ما بدي أتعلم، ما بدي فلوس، أنا بدي الأشياء اللي ما بتنشر. أنا اشتقت لأهلي، أنا بدي أسافر، أعطوني هوية عشان أسافر أطلع أشوف أهلي. الرسالة بس بدي أناشد سيادة الرئيس إنه يعتبرنا بناتك. إحنا لغاية الآن ما في حدا طلع وحكى بأي منطقة إعلامية إنه عن موضوع لم الشمل، عم تحكوا عن الأشياء العنصرية اللي بتصير على هاي البلد، من تهجير، من قتل، من طب إحنا وين؟ إحنا وين؟ إحنا موضوعنا بحسه أهم من أي شيء تاني من السياسات العنصرية اللي تمارس على هاي الأرض. طول ما أنا ما معي هوية أثبت فيها حقي، كيف بدي أدافع عن أرضي؟ كيف أدافع عن وطني؟ أنا ما بقدر أتنقل، أنا بخاف. أنا بنيجي مجازفة إحنا كل مرة هون من نابلس لرام الله. أنا صدقا ما بطلع من نابلس إلا لما أجي بس على اعتصام. أنا من 2012 لغاية اليوم أنا ما بعرف غير بيتي والوزارة بس، ما بعرف ولا أي شيء في بلدي اللي عايشة فيها على الفاضي. يعني صراحة ما عنا حق نهائيا إلا حق التنفس بس، ناكل نشرب وننام أجلكم الله. يعني إحنا مش دواب، إحنا ولا إحنا أرقام، إحنا عائلات. أنا ما معي هوية بس أنا رابطة عائلتي كلها فيي. عائلتي ما بتقدر تتنقل لأني أنا ما بتنقل. إحنا عائلات مش أفراد. انظروا لنا بهاي من هذا المنظور، بهاي العين، إنه إحنا عائلة مشتتة، مش أنا بس لحالي. مرت أولادي في مصر ولا أنا عارف أروح ولا هم عارفين يجوا. قدموا طلب زيارة من مصر وأنا قدمت طلب زيارة من هون. يعني بدي حل، لا أنا بروح إلهم يا هم بيجوني، مش حياة. يعني أولادي بعاد عني، لا في تربية ولا أي حاجة. يعني الواحد مش عارف شو بده يسوي. مرته وأولادي بعاد عني، أنا بطالب فيهم يا إما بيجوا عندي يا إما أنا بروح. هاي نقطة. نقطة تانية إنه أمهم ما بتعرفش تدرس، أنا بدرس الأولاد وهيك حياة الأولاد يعني باعتبارها ضاعت، هم في بلاد وأنا في بلاد. بس هاي موضوعي. الرسالة اللي حابب أوجهها إنه إحنا يعني أنا فلسطيني، أنا فلسطيني وهي مصرية. بدي مرت وولادي بس مش أكتر. أنا طالب أعيش زي أي إنسان على وجه الأرض، ما بدي أي حاجة، بس أتلمع مرت وولادي، أبسط حق إلي، ما بدي غير هيك. والله أنا زوجي له 11 سنة هنا في الخليل، يعني مش هون، يعني في الله في الخليل. طبعا مخالف، لا بقدر يروح، لا بروح على اي محل، ما بروح. هو كبير حتى في السن، يعني المفروض انهم يلاحظوا في هذا الاشي لكبر السن على الاقل. يعني له 11 سنة، هاي السنة 11 يعني، وبعاني معاناة مش طبيعية. يعني كثير بنعاني. أنا معي هوية بس هو، أنا باجي براجع في الشؤون المدنية كل أيام الشهر، باجي هنا براجع الإدارة المدنية، وقالوا لي كل شيء تمام، البيانات تمام، هلأ فتت، قالوا لي كل شيء تمام. طيب بنقول لهم طيب فيش حل، ما في. طيب الوزير حسين الشيخ شو بيعمل يعني هنا؟ ما جاوب، لا من جواب. يعني الشعب الفلسطيني كعام يعني بدون استثناء بيعانوا من هذا الإشي، من لم الشمل. المفروض إنهم ينظروا في قائمة المفاوضات. يعني كثير كثير يعني صعب الوضع. يعني والله يا زوجي مات، يعني الوالد
تصدقي ما حضر الجنازه، ما سخي خوف ما يسفروا. طبعا هذا الشيء بعدين اولاد البنات كله في الاردن، ما في اي حدا هون فيش الا هو، هي له بعاني يعني معاناه مش طبيعيه كثير كثير كثير، يعني الوضع سيء يعني والله سيء يا اختي.